زمان طويلة جدا. خليك سير. بتخافوا من التماسيح؟ لا تخافوا، بس لكن احذروا من خطورتها الشديدة. هكتور أخطر تمساح في مصر، بس لكن هو متروض عشان متربي في المنزل. زي ما انتوا شايفين كده، لأول مرة تمساح في مصر هادي بالحجم دوت، تقريبا داخل على متر ونص زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كيوت جدا جدا جدا، رغم ان هو مفترس، تمساح مفترس في الطبيعة، بس لكن في الأسر حاجة جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نصور بيه في كليبات في أفلام زي ما احنا شايفين كده اهوت. برافو، زي ما انتوا شايفين كده حاجه كيوت جدا جدا جدا. اتمنى تتابعوني على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب بمملكه ابراهيم كوبرا. لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك عشان يوصل